See these biceps? I can curl 120 pounds for 10 reps. So just think what I can do to your neck. في يوم عيد الحب الموافق للرابع عشر من شهر فبراير لعام 1995، تواصلت لاعبة كمال الأجسام والجندية السابقة في سلاح البحرية الأمريكية سالي ماكنيل بالشرطة للإبلاغ عن حادث إطلاق نار وقع في منزلها وراح ضحيته زوجها راني ماكنيل، الذي كان بدوره لاعب كمال أجسام شهير ومفتول العضلات. كانت سالي تبذل قصارى جهدها وهي تستجمع شجاعتها لتخبر رجال الشرطة أنها هي من أطلقت النار على زوجها، وذلك بعدما قام الأخير بالاعتداء عليها جسديا ومحاولة خنقها. أرسلت الشرطة وحداتها على الفور إلى مسرح الحادث، وهناك وجدوا جثة راية الضخمة بعدما أن أصيب برصاصتين أودوا بحياته على الفور. ووجدوا أيضا زوجته سالي التي لم تكن تقل عنه ضخامة وكانت تتمتع ببنية رياضية للغاية. تم إلقاء القبض على سالي وإرسالها لمركز الشرطة لتخضع للاستجواب، فيما تم إرسال جسد زوجها إلى المعمل الجنائي ليخضع للتشريح. كانت سالي لا تزال مصرة على أن السبب الذي دعاها لإطلاق النار على زوجها هو الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعتدي زوجها عليها فيها. لكن ترى، هل كانت سالي محقة في ادعائها؟ أم أن سببا آخر دعاها لإنهاء حياة زوجها؟ كان ذلك السؤال المحوري والرئيسي الذي يدور في أذهان المحققين في تلك المرحلة. وللحصول على إجابة على هذا السؤال، كان عليهم أن يخوضوا دربا طويلا من التحريات والاستجوابات. فإذا كنت أنت أيضا ترغب في خوض غمار تلك المغامرة معنا، لا تفوت مشاهدة هذه الحلقة من قناة وقائع حتى النهاية. ولدت سالي ماكنيل في 30 من شهر ديسمبر لعام 1960 في مدينة ألنتاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وقد حظيت الفتاة الضخمة بطفولة صعبة للغاية، خصوصا بعدما تزوجت والدتها من ريتشارد ديل ديمبسي، وهو شخص مدمن على الكحول. كانت سالي في 33 فقط عندما يتعين عليها التعامل مع زوج أمها العنيف الصيدي، الذي كان عادة ما يعتدي عليها وعلى شقيقتها بالضرب المبرح لأتفه الأسباب. في سن المراهقة لجأت سالي إلى الرياضة لتجاوز تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها في حياتها، حيث بدأت في ممارسة السباحة والغوص وألعاب القوى، وقد ساهمت تلك الأنشطة الرياضية المختلفة في تحسين نفسيتها وتخطيها لتلك المرحلة العنيفة التي خبرتها مع زوج والدتها. في النهاية تركت سالي منزل أسرتها للدراسة في الجامعة، لكنها سرعان ما تركت دراستها الجامعية بعدما عجزت أسرتها عن دفع رسوم الدراسة، ولذلك فقد قررت الشابة الالتحاق بصفوف الجيش الأمريكي، واختارت سلاح المشاة البحرية المايرنز على وجه الخصوص. بسبب خلفيتها الرياضية وقوتها الجسدية، تم قبول سالي في صفوف البحرية الأمريكية، وأظهرت الشابة كفاءة عالية وأصبحت برتبة رقيب في الجيش الأمريكي. في تلك المرحلة التقت بزوجها الأول أنتوني لودين، وأنجبت منه طفلين شانتينا وجون، لكن زواجهما لم يستمر لفترة طويلة، وذلك بشكل رئيسي بسبب شخصية أنتوني العنيفة الذي لم يكن مختلفا كثيرا عن زوج والدتها، حيث كان أنتوني يسيء معاملة زوجته وأطفاله، الأمر الذي دعاها لطلب الطلاق منه بشكل رسمي، كما أنها استطاعت أن تحصل على حضانة الأطفال من خلال المحكمة. في نهاية الثمانينيات بدأت سالي في التركيز بشكل أكبر على الرياضة، واستطاعت أن تفوز ببطولة التدريب البدني للقوات المسلحة الأمريكية، لكن تلك الفترة تزامنت أيضا مع تغيير شخصية سالي لتتحول لشخص سريع الغضب وعدواني السلوك. أثر ذلك التغيير في السلوك على مسيرة سالي العملية التي تعرضت لتخفيض رتبتها العسكرية في مطلع التسعينات، وذلك بعدما تعرضت لعدة شكاوى من زملائها بسبب سلوكها العنيف والعدواني. وعندما لاحظ المسؤولون أنها لم ترتدع جراء ذلك، قاموا بتسريحها من الخدمة بشكل كامل.
قبل أن يتم تسريحها من الخدمة، كانت سالي قد التقت براي ماكنيل وهو زميل لها في سلاح البحرية، وكان رياضيا ولاعب كمال أجسام أيضا، لكنه كان مهذبا ولطيفا للغاية معها. وبعد بضعة أشهر من المواعدة قرر كل من سالي وراي الزواج، لكن بعد عدة أيام فقط من الزفاف اكتشفت سالي أن راي لم يكن مختلفا كثيرا عن زوج والدتها أو زوجها الأول أنتوني، وذلك عندما اعتدى عليها راي وقام بخنقها بشكل عنيف لدرجة أنها شعرت أنها كانت ستفقد حياتها. تكررت تلك الاعتداءات الجسدية والجنسية التي كانت سالي تتعرض لها على يد زوجها، لكن في كل مرة كان يبادر للاعتذار منها وطلب العفو والمغفرة. وشاهدت ابنتها شانتينا ما حدث، لم تتحسن الأمور قط بل ازدادت سوءا، والأكثر من ذلك عندما قرر راي ترك مشاة البحرية في العام 1991 وبدأ حياته المهنية كلاعب كمال أجسام. هنا بذلت سالي كل ما في وسعها للحفاظ على الموارد المالية للأسرة، بما في ذلك دفع ثمن المنشطات الباهظة الثمن التي كان يستهلكها. بدأت العلاقة بين الزوجين تزداد سوءا بعدما قرر راي ترك الخدمة في الجيش الأمريكي في مطلع العام 1991، وذلك لكي يستطيع التركيز في نشاطه الرياضي، حيث إنه انخرط في ممارسة رياضة كمال الأجسام بشكل احترافي. كان على سالي في ذلك الوقت أن تتحمل نفقات الأسرة، حيث كانت تعمل مدربة خاصة للمصارعة، وكانت تكسب أكثر من 300 دولار في الساعة في تلك المهنة. بفضل هذا تمكن راي من تكريس نفسه بالكامل لعالم كمال الأجسام والفوز بلقبي الوزن الثقيل والعامة في كل من بطولتي ام بي سي في كاليفورنيا وبطولة اي اف بي بي في امريكا الشمالية، والمنافسة في بطولة مستر اولمبيا عام 1993، حيث احتل المركز الخامس عشر. على الرغم من النجاحات غير المسبوقة التي حققها راي في كمال الأجسام، كانت الامور في المنزل تزداد سوءا، حيث انه وفقا لاقوال سالي في التحقيقات فقد زادت وتيرة الاعتداءات الجسدية التي مارسها راي على زوجته التي بدأت تطال أبناءها أيضا. بالإضافة إلى ذلك اكتشفت سالي أن زوجها لم يكن وفيا لها، حيث إن الشهرة التي حققها راي من خلال اعتلائه لمنصات تتويج جعلت حوله بعض المعجبات، وقد شهدت سالي زوجها في أحضن عشيقته في أحد المرات، الأمر الذي دعاها للاعتداء على الفتاة بالضرب، فيما قامت بتهديد زوجها عن طريق توجيه مسدس نحو رأسه. في خضم دوامة العنف تلك جاء يوم الرابع عشر من فبراير لعام 1995، وبدلا من أن يمضي راي عيد الحب مع زوجته في المنزل، خرج البطل الرياضي للقاء أحد عشيقاته، وهو الخبر الذي تسرب إلى سالي. عندما عاد راي إلى المنزل في حوالي الساعة التاسعة والربع مساء، كان بانتظاره مشاجرة كبيرة مع زوجته. ووفقا لأقوال سالي في التحقيقات فإن ردة فعل راي على هذه المشاجرة كانت عنيفة للغاية، حيث إنه هاجم عليها وحاول خنقها، لكنها تمكنت من الابتعاد والركض إلى غرفتها. عندما اختلت سالي بنفسها في غرفتها استل مسدسها وهي في حالة من الترقب والتحفز، حيث إنها كانت تعلم جيدا أن زوجها لن يتركها في حالها، خصوصا أنه كان قد تناول جرعة مضاعفة من المنشطات التي يستخدمها للتدريب في ذلك اليوم. أشادت سالي في حديثها مع المحققين إلى أنه سرعان ما تبين لها أنها كانت محقة في شكوكها، حيث سرعان ما عود راي محاولة الهجوم عليها، لكن هذه المرة تناولت مسدسها وأطلقت عليه النار مرتين، إحداهما في البطن والأخرى في الفك، إلى أن الأدلة الجنائية التي جمعها المحققون من مسرح الجريمة كانت توحي بأن سالي لم تكن صادقة في أقوالها، حيث إن أنماط انتشار الدم في مسرح الحادث ومسار الرصاصة يوضح أن راي كان مستلقيا على الأرض بالفعل عندما تم إطلاق عليه الرصاصة الثانية التي أصابته في الفك وتسببت في وفاته. بالإضافة إلى ذلك عند توقيع الفحص الطبي على سالي لم يستطع الأطباء تحديد أي إصابات على جسدها ولا آثار خنق على رقبتها، كما لم يتم العثور على أي بقايا للحمض النووي الخاص براي على جسدها، الأمر الذي ينفي وقوع شجار الدم الذي أشارت إليه سالي في اعترافاتها. النقطة الرئيسية في الاتهام هي العثور على رصاصة حية في غرفة النوم، الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد بأن سبب عودة سالي إلى الغرفة لم يكن للاحتماء من راي كما زعمت، بل كانت تريد إعادة حشو المسدس لإطلاق النار على زوجها من جديد.
وقد عثر المحققون بالفعل على علبة من الذخيرة في غرفة النوم الخاصة بسالي، كما وضع المحققون بعين الاعتبار بنية سالي القوية التي لم تكن أقل قوة من زوجها، وكانت قادرة على الدفاع عن نفسها ضده دون أن تضطر لإطلاق النار عليه، فضلا عن تاريخها مع العنف سواء كان ذلك في الجيش أو في الحياة المدنية، حيث إن سالي سبق لها وأن هددت زوجها بالسلاح من قبل، كما أنها قد اعتدت على موظف في خدمة البريد بعد أن صفع ابنها جون، وقد تسبب ذلك في سجنها لبعض الوقت. على إثر كل تلك المستجدات، وجه الادعاء تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى لسالي، وأرجأت الدافع في الجريمة للغيرة على زوجها الذي كان على وشك الانفصال عنها والارتباط بعشيقته وهي زميلة له في صالة التدريب التي كان يرتادها. كان المظهر العذري لسالي ضدها في المحاكمة هذه الحجة والأدلة المذكورة على والخلفية العنيفة للمتهم أطاحت باستراتيجية الدفاع التي قامت بشكل رئيسي على رواية سالي القائلة بأنها كانت تدافع عن نفسها، والتي ارتكزت بشكل رئيسي على شهادة أبناء سالي الذين أكدوا بدورهم أن راي كان فعلا عنيفا معهم ومع والدتهم. في النهاية تمت إدانة سالي ماكنيل بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الحصول على الإفراج المشروط بعد 19 عاما، وقد تم نقلها إلى سجن النساء بوسط كاليفورنيا في تشوتشيلا. في 29 من شهر مايو لعام 2020 حصلت سالي على إطلاق سراح مشروط من قبل إدارة الإصلاحيات وإعادة التأهيل في كاليفورنيا، وعادت سالي حياتها إلى ما كانت عليه، حيث إنها انتقلت إلى شمال كاليفورنيا وتزوجت هناك من زوجها الثالث نورفيلد ستيوارت الذي التقت به في مجموعة دعم للمحاربين القدامى.